بالعودة مشاهدينا إلى ضيف فقرة مشاهد، المخرج الجزائري محمد الطاهر شوقي بوكاف الحائز على جائزة مسابقة أفلام التحريك في مهرجان الإسكندرية والذي يلتحق بنا من الجزائر. أهلا بك معنا أستاذ، نعم أستاذ محمد شوقي، هل تسمعني؟ محمد، مساء الخير لكل مشاهدين قناة التلفزيون العربي، ومساء الخير لكم كلكم. يعني بداية ألف مبروك التتويج في مهرجان الإسكندرية. قبل الحديث عن تفاصيل الفيلم، ماذا تعني هذه الجائزة بالنسبة لك؟ أول شيء أشكر التلفزيون العربي على هذه الاستضافة. طبعا المهرجان الإسكندري اللي كان اختتامه منذ يومين تقريبا أو 3 أيام، ولتصحيح فقط، هي كانت الجائزة عبارة عن تنويه خاص من لجنة التحكيم إلى جانب هباطة ذهبية اللي منحت لفيلم سويب من باكستان. كان هذه الجوائز خاصة بأفلام التحريك في المسابقة، وكانوا أفلام كثير تنافسوا على جوائز في هذا الصنف. مهرجان الإسكندرية اللي حاليا راهو في هذه النسخة يلامس العالمية، أكثر من 50 فيلم كانوا يتنافسوا على جوائز، والحمد لله. يعني كان التنويه بالنسبة لي هو إنجاز بالنسبة لهذا المهرجان، يعني بتواجدي، خاصة أنه أنا متواجد في وسط أعمال قوية جدا من الأردن، من اليابان، من مختلف دول العالم. التنويه يعتبر إنجاز بالنسبة لي. طبعا حدثنا عن ظروف مشاركتك في مهرجان الإسكندرية، كيف كانت هذه المشاركة وماذا عن تطلعاتك في مشاركات دولية أخرى؟ هي ثاني مشاركة لي على العموم في مهرجان الإسكندرية. العام اللي فات كنت موجود بفيلم آخر، لكن تعذر علينا الحضور بدافع أنه كان فيه أزمة غلق المجال الجوي. هذا السنة أنا كنت مصر جدا على أن نكون حاضر في هذا المهرجان في نسخته الثامنة، النسخة اللي كانت متميزة كثير على النسخات اللي فاتوا، وتم بنسخات قادمة أكثر احترافية. طبعا حضور المهرجان لم يكن بشكل يسير طبعا، نظرا لارتفاع أسعار التذاكر هذه الأيام، خاصة مع أزمة الكوفيد ومخلفات هذه الأزمة. تنقلنا، ويعني والحمد لله شاهدنا عروض لأفلام أفلام عالمية، وحضرنا نشاطات جانبية، ويعني وخلقنا شبكة من التعارف بين المخرجين في نفس المجال. أعتقد أنه المهرجان يعني يتعدى حاجز أو يتعدى مفهوم المهرجان، يعني خلقنا نوع من العائلة الواحدة لكل سنة تجتمع على نفس الشيء اللي هي نعم، حب السينما ومشاهدة الأفلام. ولهذا أنا عملك أتمنى أن هذا المهرجان حيكون في المستقبل القريب يلامس العالمية. فيلم الجسر، لو تحدثنا أكثر عنه، وما الرسالة التي أردت إيصالها إلى الجمهور؟ عادة ما هي المواضيع التي أطرحها في أفلامي؟ هي عبارة عن مواقف شخصية لي تجسد على شكل قصة بلغة رمزية ومن خلال الألوان والأشكال اللي تتواجد في فيلم التحريك. كما يعرف الجميع أن أفلام التحريك ناقصة في الوطن العربي، دونك تواجد هذا الفيلم أحدث نوعا ما فارق في الأفلام المشاركة في مهرجان صنف التحريك. الفيلم يتحدث أساسا عن الطبقية الاجتماعية التي جاءت كنتيجة لبعض الممارسات السياسية في دول العالم الثالث. الموضوع كان موضوع إنساني، يعني موضوع سيفهمه أي مشاهد في هذا العالم، يتقاسمه كثير من الشعوب. وجسدت هذا الموضوع أو هذا الموقف نعم، في قصة تحكي قصة أب وابنه ورحلة طويلة للبحث عن العلاج.
نبارك لك مجددا وكل التوفيق. المخرج الجزائري محمد الطاهر شوقي بوكاف، كنت معنا من العاصمة الجزائر، شكرا جزيلا لك. شكرا.